أهلا بكم. 35 يوما منذ أن انطلقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخلفة دمارا كبيرا بالمدن الأوكرانية من جراء القصف الروسي، فضلا عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد الآلاف من الأوكرانيين، حيث تعرضت تشيرنهيف شمالية أوكرانيا لقصف رغم إعلان موسكو أنها ستقلص نشاطها العسكري في هذه المنطقة. وأوضح عمدة المدينة أن البنى التحتية دمرت ولا تزال المدينة بدون كهرباء أو ماء. كما قال حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا سيرغي غايداي إن مدفعية ثقيلة قصفت مناطق سكنية في مدينة ليسشانسك. في مقاطعة خيمينسكي بغربي أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية. والآن نترككم مشاهدينا الكرام مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.